حتى لا يتحول السهر والاستمتاع إلى مأساة تقلب حياة عائلة، على الشباب أن يعوا خطورة القيادة تحت تأثير الكحول. ومن أجل هذه الغاية وفي إطار حملتها المستمرة للتوعية المرورية، نظمت جمعية كن هادي سهرة في سكاي بار لتشجيع استعمال سيارات التاكسي للتوجه إلى أماكن السهر. وقد قدم المشاركون بسيارات التاكسي وغادروا بها، وحضر الحفل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وعقيلته، كما وصل بسيارة تاكسي أيضا مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندس فرجالة سرور، دعما لتعميم ثقافة التنقل من وإلى السهرات الليلية بواسطة سيارات الأجرة. ننزل من الزعرور يعني بعيد تقريبا شي ساعة بالسيارة، شغلة كتير حلوة إنه واحد ينزل بالتاكسي، وخاصة إذا بحب يشرب شوية الكول. هذه الحملات يعني هل هي حتكون وحدة أو في مثلا برنامج ممكن يستمر مثلا سلسلة أحداث أو سلسلة إعلانات أو سلسلة نشاطات؟ لا، كل سنة أول شيء هذا الحدث بيصير مع جمعية كون هادي، وبياخذوا شركة تاكسي وبتوصل الشباب والصبايا على النايت كلوب. وأكيد طبعا في حملة إعلامية كاملة متكاملة، مش بس هذه السهرة. جمعية كن هادي صاحبة الفكرة تكفلت بكامل المصاريف، وهي تقيم هذا النشاط للسنة السادسة على التوالي. يذكر أن الجمعية ولدت من رحم المأساة التي هزت عائلة فادي جبران إثر وفاة ابنها الشاب هادي.